زيادة حصة كركوك من منتوج الوقود من 900 ألف لتر إلى 1,350,000 لتر يوميا، وتوزع وفق البطاقة الوقودية التي تؤمن حصة مواطني محافظة كركوك. تأتي هذه الزيادة بجهود إدارة منتوجات كركوك وإدارة المحافظة التي مددت ساعات عمل المحطات إلى 11 ليلا. تجهيز اعتيادي، سرة توقف تستلم حصتك وتطلع، ماكو تأخير شوية. هسه صار فترة من الساعة من الصبح تنقول لي 11 بالليل موجود اعتيادي البنزين، يعني قبل كان ازدحام، هسه ما بقى الازدحام عليه. الحمد لله وزير النفط زيد الوقود وهاي المحطة كل زين، الصرا مظبوط الحمد لله. للموظفين والعاملين في محطات الوقود معاناة تتلخص بعدم تعاون المواطن كالتأخير في التزود بالوقود وبعض الطلبات المنافية لقانون المنتوجات. احنا بالنسبة لنا كموظفين احنا جايين نخدم الناس، يعني جايين نخدم المواطن، احنا جايين نخدم المواطن ونقدم خدمة للمواطن باللي نقدر عليه، واحنا دوامنا يعني ما عندنا استراحة، دوامنا من الصبح لليل. المواطن يعني تعرف انت ابو يريد دبه يريد بالبطل، والبطل والدبه ممنوع، فنلاقي صعوبات من هذا الموضوع يعني، او نلاقي صعوبات من حيث البطاقه، يعني اكثر المواطنين مثلا البطاقه يقول لك ما تكفي نريد النوب واحنا ما عندنا ننطي. محافظه كركوك محادده بمحافظات الاقليم، كما انها تعتبر محطه للمسافرين من بغداد الى اقليم كردستان، وتتنعم كركوك بسعر مدعوم للوقود وفق نظام البطاقة الوقودية، مما يسهل على أصحاب المركبات انسيابية التزود بالوقود. سعد السلطان، قناة التغيير، كركوك.